شوفك زاد الشوق بقلبي كتير، ما تقولي صعب ظروفك. أيمن رضا يشكك في رجولية نجم سوبر ستار ويهاجمه بشدة، شاهدوا ماذا حصل بينهما أمام الجميع. كشف نجم سوبر ستار الفنان السوري شادي أسود عن مواصفات حبيبته، إذ كتب عبر صفحته الخاصة على فيسبوك: أنا بحاجة امرأة إذا رأتني شارد الذهن تخبرني إن الحياة ستهون، لا تسألني بمن تفكر، وإن كنت في حالة عصبية تمسح على رأسي وتحضني، لا تسألني عن سبب تعصيبي حتى أهدأ، وإذا رأتني أستمع إلى أغنية تشاركني استماعي بها، لا تسألني إذا كانت تلك الأغنية تذكرني بشيء. وأضاف: لا تنظر إلى هاتفي حتى ترى من يتصل أو ماذا وصل، وإذا خرجت تدع لي بالسلامة، لا تسأل إلى أين أو مع من وإلى متى، وستكون في قلبي وعقلي وهدفي في كل ما أسعى ونيل رضاها لتكون أمي وزوجتي وحبيبتي وصديقتي وتكون حلوة. تلك مواصفات أمي فقط، فهل من شبيه؟ وكان لافتا من بين التعليقات التي تلقاها شادي على كلامه هذا تعليق للممثل السوري أيمن رضا، والذي مازحه بالقول: روح حج وتحجب بقى، صرت زلمي؟ ليرد عليه شادي ممازحا بالقول: واحد مثلك زلمي. أحب عمرو موس وبكره إسرائيل. ومن ناحية أخرى، كان شارك الممثل أيمن رضا مؤخرا المتابعين عبر صفحته الخاصة على فيسبوك صورة تجمعه بوالدته الراحلة، معبرا من خلالها عن اشتياقه لها، وأرفق أيمن الصورة بتعليق كتب فيه: الله يرحمك، ما حدا بعبي محلك. تانا شو هالاسم؟ والله صعب تفوتي بتانا. رافيو. هذا وكان تعرض الممثل أيمن رضا منذ فترة إلى موجة انتقادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول تصريحات له يهاجم فيها الشعب اللبناني. وقال أيمن في مقطع فيديو تم تداوله له: نحن هلأ إذا منطلع حتى على بيروت عم يسرقونا. وأضاف: عم يتعاملوا معنا بطريقة كتير ممنيحة، يعني بيعملونا بشكل سيء حتى بالأسعار، حتى بطريقة التعامل بينظرونا نظرة فوقية، مع أنه نحن بالنسبة إلنا كل مصاريهم بالبنوك من سوريا. حتى على بيروت عفكر عم يسرقونا. كيف يعني؟ يعني عم يتعاملوا معنا بطريقة كتير. وأكمل: بينزلوا اللبنانيين لعنا عشام يوم الأحد، بقشوا كل شيء من الأسواق، إن كان بهارات إن كان كل شيء. وبعد الهجوم الكبير الذي تعرض له أيمن رضا، خرج عن صمته وأوضح في تصريحات لصحيفة النهار اللبنانية وقال: طبعا لا أقصد الشعب اللبناني، ولا أدري لما عمموها على جميع اللبنانيين، متسائلا: لا أعلم لما أعاد نشر التصريحات الآن، علما أنها قديمة ومضت في حال سبيله. بس ما بقصد فيها الشعب اللبناني كله طبعا، أشخاص يعني، بس ما بعرف ليش صحوها هلأ يعني، مع أنه شغلة قديمة. ولفت إلى أن هناك من يستغل اللقاء القديم حين تحدث عن حادثة فردية ليركب موجة الترند. وما قلت ليش يا يما كابش لا تجنينه.